واحد السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم عندنا واحد الفيديو ديال لعبة ديال الشاحنات، وهذه النسخة الأمريكية. كنا لعبنا في الحلقة اللي فات النسخة ديال الأوروبية، يعني النسخة الأوروبية ديال النسخة الأمريكية، وهذه مختلفة عليها، لا في الشاحنات لا في الطرق، يعني داكشي زوين بزاف. نحاول نجربوا معكم. فايت لعبت فيها، لعبت شي حلقه فيها، لعبت ماشي حلقه، المهم ما صورتش، وانما لعبت واحد المرحله فيها، وقلنا نديروا فيها سلسله في هذه اللعبه. هذه نديروا فيها سلسلات، ونتمنى يعجبكم، تعجبكم هذه السلسلة هذه ان شاء الله. وغادي نشري دراكسون او الكيدون الفولون ديال هذه اللعبه هذه، باش يكون داك الشيء حماسي ويكون السوق انت هو زوين. دابا حتى الان يعني كنلعبوا بكلافيو وما كنعرفوش نلعبوا، داك الشيء مخربق بزاف. اوكي، نمشيو نتوجهوا سيدي باش ناخذ شي حموله. نشوفوا شي وحده غاليه. شوفوا هذه دايره 3000، فين هذه؟ فين تمشي بينا هذه؟ فين تمشي بينا هذه؟ هذه فيها الطريق، هذه فيها طرقان عوجين مسائل. شو بان لكم؟ والله ما عرفتش شنو نختار. سير ناخذوا هذه الغاليه هذه باش نحاولوا نطلعوا شويه الليفل. اوه يا سلام، شو الطريق كيفاش دايره؟ واو واو واو، صراحه هذه اللعبه ديال امريكان تراك زوينه بزاف، يعني لعبة ديال الشاحنات هذه زوينه. اوكي، اوه حطونا بالليل، يا سلام. شرب شويه الماء، كنحط الماء ديما في الكار في الرموك وكيسخن لي. مع خصني نشري شي ثلاجه ان شاء الله، نشريها ونحطها في هذه الكرسي اللي حدايا باش تبقى تبرد لي الماء. خلينا نشوف الحموله اللي عطاتني الشركه. اي اي اي، حموله صعيبه شي شويه. اوكي، خلينا سيدي نبداو و نديماريو. نشعلو سيدي الضو هكا. اوكي نشوف، صافي نخلوها هكا، نخلوها الفيوز والاخر نبقى نضوو بيه. السنيالات ليمن اليسر ليمن، داكشي خدام. السنيالات بربعه، صافي مزيان. اوكي غادي نشوفو كنديرو نخرجها من هنا، حقاش راها صعيبة بزاف اللي راحتو معايا. يعني غنحاول نخرج من اليسر، من هنا ندوز من اليسر وغادي نمشي مباشرة للجهة الأخرى. اوكي نايس مزيان. اوكي نديرو فيرست بيرسون. خلينا نعدلو على الشي يقولو لي على الكيدون داكشي، على الكرسان وداكشي باش يكون مزيان، يكون التحكم مزيان. يعني دابا كما كتشوفوا معايا خدام بحال وكنتي خدام مع شركات. شركات شنو كيديروا؟ كيعطوني الرموك من عندهم والسلعه من عندهم، يعني كيقول لي الرموك ديالنا وتسير وصل لنا السلعه وتخلص، فهمتيني. انا غادي نحاول ان شاء الله نخدم معاهم بحال هكا، ونحاول نجمع شويه ديال الاخر الفلوس ونشري شي رموك يكون ديالي ونعدلو وندخلو لي سكين، فهمتيني، نعدلو الروايد ديالو مسائل، يعني يكون رموك خاص فيا انا، فهمتي الديكور. المهم خلنا سيدي نخلو هاد الاعدادات هكا هكا، هذا مزيانه. شو باقينا؟ خلينا نبرك على ستارت. وش بان لكم نطلقوا الراديو نبداو من الاول؟ الراديو اوكي، كما كتشوفوا الراديو واحد البرنامج كانت صنت لي ديما ملي تكون شاد الطريق في الكار. نتوجهوا على الله، نبركوا على السينيال. يلا بسم الله، شو كنديروا؟ غادي نخرجوها من هاد البلاصه هادي. هاد الرموكات كما كتلاحظوا معايا يعني ماشي بحال الرموكات ديال النسخه الاخرى ديال شو يقولوا ليه ديال الاوروبيه، النسخه الاوروبيه راح نوريكم. النسخه الاوروبيه ما فيهاش هاد القدام طويل، يعني كيجي فاس، فهمتيني، ما فيهاش القدام طويل. اما النسخه الامريكيه كما تلاحظوا يعني القدام ديالها الموتور ديالها كبير بزاف. اوكي ندير فيرست بيرسون ونطلع من هنا. شوف اوي اوي اوي، غادي نجيبو الربحة الدراري، نجيبو الربحة باينة. ما نرجع ماشي مارش عليا الدراري، حيدو فرانا معاه، نجيبو الربحة هكايا. ما صرعناش الدورة مزيان، خلينا نديرها هكا. اوو شد فرانا، سيب شوية. اوكي نمشيها بشوية دابا الدراري باش ما نجيبوش الربحة. عزيزاتي السائقين والسائقات والباقي المستمعين، السلام عليكم. هكا مزيان، هكا مزيان، هكا مزيان، مرحبا بك. واو هكا مزيان، يا سلام دوزو. والله الا دوزنا العز. الليله ديال الصباح ثلاث ما
تفتح شي الصوت. اوكي داكشي هو هذاك. كنتمنى كل خير كل اوكي شادي الطريق توجه سيدي اليسار ولا خارج المملكه. كنتمنوا لكم كامل اعزائي السائقين طريق السلامه اللي غادي نسوزيها الله تعالى يوصلوا بخير وعلى خير. بلاصيو هنايا حقاش الا لاحظتوا معايا الضوء احمر يعني ديما تيكون قدام في امريكا يعني في الطرق الامريكيه ديما تيكون بعيد شي شويه ما كيحطوش لك قريب لك هنايا كما لاحظتوا معايا ما كاينش هنايا كاع كاين بعيد. اللي غادي يتصلوا بنا سواء كانوا مهنيين ولا غير مهنيين سير بسم الله شعلنا الضوء خضر نايس. تمنى يعجبكم الراديو كيعجبني الراديو كتستافد منه تيقول لك نقص الطريق نقسم السرعه نقسم هكا فهمتيني كيحاول شي شويه يساعدك. نتمنى الرحله تكون شي شويه قصيره حقاش طويله هذه الرحله بزاف. ها انتم لاحظتوا معايا عاوتاني هنايا يعني الضوء احمر بعيد عليا بزاف. نتمنى ما نطيحوش في شي خطا غنشادين الطريق الدراري. وتحيه للناس لكل السائقين اللي كيتفرجوا في الفيديو اللي با سائق ديال الشاحنه الكبيره او الشاحنه الصغيره او الكار تحيه لهم كاملين والله يحسن عوانهم يعني الطرقان صعيبين بالليل يعني كيوقعوا حوادث كيوقعوا بزاف د الحوايج. واش درت شي مشكله اللي قلت لكم يعني ما كاينش عندك الكيدون تيكون عندك التحكم هي البرنامج عملناه اوكي الناس اللي هما كيتعبوا على الطريق ماشي اللي عندهم رخصه ديال السياقه وجالسين في الدار. ثم الحاجه الثالثه اللي هي مهمه كذلك باقي الضوء احمر شاعل البرنامج واخا تكون عندكم الرخصه ديال السياقه واخا تكونوا على الطريق الا ما كنتوش واش على الضوء بسم الله يعني كيخليكم كيسمح لكم باش تشاركوا معنا في احسن الاحوال. اوكي ندورو وانتم متوقفين صراحه الطرقان زوينين هنايا تتكلفوا على راسكم باش تتصلوا معنا في البرنامج. شدوا اليمن ديالنا باش ما يوقعش حتى شي مشكل فيكم انتم اعزائي السائقين وخوفا عليكم وعلى باقي المستعملين ديال الطريق. في نفس الوقت كنحيي كيبان لي غندوروا لهنايا اللي ما كيدخلوش عليكم بالتشجيعات يا سلام المعنوي صراحة زوينة زوينة اللعبة بزاف. أنا كنحس بدا من غنشري منين نشري الكيدون غيكون التحكم زوين أحسن من هكا. نقصو شوية السرعة حقاش الناس كيجيو من هنايا. سير على الله خاوي ابلع سير عز باقي خاوي مزيان لحد الآن حنا غاديين مزيان الدراري شادين الليل نشدو الليل معاكم حتى حنايا كيما يدار. اللي كتعجبو هاد الخدمة وكيعشق بغي يخدم فيها يكتب ليا في شي تعليق كتب ليا بلي انا راه باغي نخدم في هاد الخدمة وكتعجبو ولا شي حاجة بحال هكايا عطينا الرأي ديالكم. اوكي هذا الفار كيبين الطريق حقاش بعض المرات كيكون ظلام ما غاداش تعرف الطريق كيفاش داير. اوه والله ما شفتو بالله خصك حس شويه هكا باش نشوف. اه بوليس ويلي 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 كنا غادي نتكلموا على شي اعوذ بالله التجاريه كذلك ما عندنا ما نعملوا بالاسم. اه بوليس شتي وكذلك الى كنا شادين طريق الدراري من العربات ديال النقل. تمنى عجبكم الراديو نقولوا الاسم ديالها التجاري ولكن غير نسميوها شنو هي واش الوزن الثقيل ولا الخفيف. السرعه محدوده في 80 اوكي حنا غاديين شادين الطريق. كنتمنى اننا نتلقاو مكالمات كيبان لي غندير السينيال حتى غادي ندورو على يدنا اليسر اليمن يا ربي وما عرفتش شي واش غادي يمكننا ناخذ مكالمات كبيره من على الطريق يعني التواجد على الطريق. اوكي حنا شادين الطريق ولكن كنتمنى ان شاء الله اننا نتلقاو مكالمات. واو والله يا طريق زوينه بالليل. وبالمناسبه في المقابل كنحيي الاخوان الفيسبوكيين وغادي نسرد بسرعه كبيره جدا بعض الاسماء حضر طارق نعرف فيوز وغادي ان شاء الله. عاد المهم الدراري اللي ما جربوش هاد اللعبه هذه حاولوا يجربوها جربوها ويلعبوا فيها ويصوروا فيها شي جيم بلاي ولا عندهم لي تشانل يصوروا جيم بلاي ويرفعوا وخلينا نشوفوا الفيديوهات ديالكم كيفاش دايره في اللعبه نعيشوا معكم اللحظات نتفرجوا معكم علاش لا ما كاينش مشكل.
المهم بالنسبه للدراري اللي كينشروا فيديوهات ديالهم في الجروب ديالنا مزيان، وكاين شي وحدين كيخسروا النشر ديالهم، كيشدوا فيديوهات كيحطوها في وسط المنشورات ديال الناس اخرين. يعني هذا خطا وغادي يجيهم باند، وشحال من واحد تبانا وكيجي تيقول لي في فيسبوك اه خويا علاش تبانيت. تبانيتي كتحط المنشورات ماشي هما هذوك، اما كتهضر على الهاك اما شي حاجه بحال هكايا، ولا كتحط الفيديو ديالك وسط المنشورات ديال الناس اخرين ما خصكش تحطهم. انا قلت لكم غنشروا الفيديوهات ديالكم في الجروب، يعني نشر الفيديو ديالك في الجروب وراه لي زادمين غادي اكسبتو لكم مسائل. المهم نتمنى تفهموني هادشي اللي كاين. كنتو على الطريق، شادين الطريق، كنت كتخصني غير يعني التوقيت هو اللي كان، ولكن ما عرفتش التوقيت كان بالضبط. باين الطريق الدراري شويه بعيده، حقاش حتى الثمن ديال هاد الحموله غالي شي شويه. الحافله ديال وي نقصها شي شويه اللي كان كيدير، ما كانش كيسوق، ما كانش على الطريق، ولكن كيخصو في رايي انا كان كيخصو غير الجنحين وغادي ترفع من الارض حالي. كان يعني غادي ب 135 كيلومتر بالساعة. انت قلت بديكم ما كانش الرادار هنا في هاد الطريق، غادي غادي نوريك 175 ولا 125 الاسم ديالها. اللي بغيت نقول هو ان الا كان هاد السائق يعني من المتلمين والمتبعين ديال البرنامج، يعني نقول له الله تعالى يهديك، لانك انت مسؤول، ما بقيتيش بوحدك مسؤول بغض النظر على الظروف علاش كنتي كتسرع، ولكن كيبان لي غندخلوا في النفق ولا لا؟ لا لا كنظنش، لا النفق راه هنايا، النفق هذا كيدخل فيه الدراري يمكن. ماشي شي حاجة في السلعة وكان، ولكن هادو أرواح ديال الناس. كنت غادي تقول، كنت غادي ندوز من هنا ولكن ماشي مشكل. فكنتمنى أن هذه القضية هذه مشيو نيشان الطريق ديالنا هو خصنا نمشيو نيشان، باينة شي طنوبيلة جاية. الله أي البوليس، أعوذ بالله. غادي يوصلك هذا الميساج. البوليس واعره ديال السرعه الغير العاديه بالنسبه لواحد. صراحه اللعبه زوينه بزاف، خصوصا عاتاني ملي كطيح الشتاء كما كتشوفوا. هاد اللبسه لابسه انا مصيف مع الصهد، عارفين الصهد اللي تيكون في الرموك كيفاش داير. الله يحسن العوان. كتفكر في ديك اللحظه كيف ما كان الحال، الله تعالى يهديك ويهدي بعض السائقين. الشيطان وبين مورايا، والله الا الرونج روفر اللي مور. لا لا خويا لا، اعوذ بالله. شفت السرعه، مشيت بسرعه بزاف. عبد الحكيم السهبي من ارفود، كيبان ليا كاين هنا واحد الباركينغ، غادي نضرو ليه نمشي نرتاحو شويه. حسينا براسنا ماشي هما هذوك الدقدقين، حتى لشي شواء مشي نرتاحو شي شويه. وكيتمنى ان الانظار ديال الوزاره الوصيه يعني تلتفت اليها. اوكي خلينا نبلاصيو هنا. ياسين العسالي، رضوان عبد الحميد من تنغير. هنا سيدي غادي نسكتو الموطور وندير شويه ليسانس. ياسين الفارق من بن علال، حسين الوردي من القم، محمد الكاف من اورير من اكادير، فاطمه رحيم من تنغير، ابراهيم البوزيدي من الريساني، عصام قبرك عليها. قبرك عليها وكيعمر. هكاك عاد فهمت. حسن النساوي من اكادير. انا بعد الماتش كيبقى كنبرك برك وكندير الصداع على الراس. انا درت البلان صافي، درت البلان ديال الليسانس وصبح علينا الصباح. ما يعني ما جمعتيش انا غادي نمشي نرتاح شي شويه هنا، نرتاح شي شويه انا والمستمعين، الله نفيقوا مع العصر ولا بالليل عاوتاني ولا. المهم نرتاح شي شويه، مازال تابع الطريق، الطريق مازال طويله. اوكي تفاو الرموك ديالنا، نبركو على انتر نمشيو الناس، ما تكونش شي خطا هكذا وكان. يلا اذا كاين معنا شاحنات المغرب. اوكي كيبان نفقنا مع العصر كما كتشوفوا، ونشربوا شويه الماء باش نتوكلوا على الله. نور الدين بوسيمار، بلال الحساني، سمير دليل، تحيه ويحسن العوان الناس اللي كيسوقوا الرموك. سمير كيحييهم. اوكي سيدي خلينا نديماريو. الزاوي من وزان السعد، اوكي رجع مارشاريا، طلع فرنمان خاري ارجدال من اسازاد، محمد البريسي فريق المغرب من تورينو في ايطاليا، يونس حداد من سلا، عبد المجيد اوكي مزيان من تنغير، عبد الواحد نديرو الصينيه باش نتوجهوا تمور ارفود، حسن بعمران عبد الرحيم الضو القصير من ولاد ازمان الملتقي بن صالح، صادق سلام ما كاينش شي واحد هنا صديق، وحنا مشتاقين. اوكي يلا غنمشيو التتبع ديالك، مرحبا بك اخي. توكلوا على الله، كاين الصاد كما كتشوفوا، يعني الصحراء والجو كيفاش داير هنايا. دوز دوز اخويا دوز، نايس
الرونج روفر غادا معيطة، حنا غادي نتبعو يمكن الرونج روفر نتبعوه. ضحكتوني هاد الليلة أعزائي الفيسبوكيين، ولكن تعبكم راحة، وأنا مازال إن شاء الله غادي نطلل على بعض المشاركات نايس بين الفينات أخرى غادي نقدمها لإخوانكم وزملائكم. إن شاء الله كنتمنى يعني إن شاء الله نشريو داك الكيدون ونشريو طنوبيلة، ماشي طنوبيلة أعوذ بالله، نشريو رموك تحنا ديالنا ونزيدوا ليه في السرعه ديالو باش يمشيو نوصلوا السلعه بالزربه ونجيو بلا باش مابقاش كنضيعوا الوقت. كما كتلاحظوا شوفوا العربيه، شوفوا داكشي واعر، هذا بحال الطريق 66 هذا اللي كاين في امريكا، اللي عرفوا قليل اللي عارفه، يمكن ما عرفتش. المهم نأكد مرة أخرى أعزائي السائقين داخل المغرب ما اتصلوا باش تشاركوا في البرنامج إلا بالرقم اللي كيتلاقي. أوكي، أوه شفت الشهادة، أي 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 عاصفة، شفت الشهادة، والله حتى ديكور واعر، أول مرة كنشوفها. 39 ديكور واعر 16 81 طريق 66 يا سلام. 212 5 39 تكيسوا تكيسوا حقاش قدرت تخرج لها شي غزالة ولا شي حاجة بحال هكا ندخلوا فيها. الطريق شي شويه راه عربيه كما كتلاحظوا. كيفكركم الدري هذه الطريقه ديال في جيتيه؟ او شوف داك عاصفه بحال كنت عاصفه الرمليه كتدي معاها داك. اوي يا الطريق زوينه صراحه، الطريق واعره. فينكم اصحاب تيزنيت؟ فينكم اصحاب تارودان وصحاب البلاد؟ يا سلام شوف الطريق كي غادي، يا سلام نشوف اللور. ويلي 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 غادي بواحد الطريق خاويه. يلا درنا ليسانس هنايا، ما عندنا ما نديرو، درنا ليسانس هنا، درنا كلشي قبيلة، درنا ليسانس ليه، خلينا ندوبلو هذا. او شو الطريق كيفاش دايره، واو يا سلام ديك طلع هبط. هادشي اللي كنخصني نقول لكم، والله الا واعر الطريق شي شويه صعيبه. اعزائي السائقين في المغرب وفي الخارج، مقطع غنائي ونشرع ان شاء الله في تقديم الهاتفيه. عايز سوى علينا وانت دايس علينا، شعنا لاباس علينا، اغاني مغربيه وشادين الطريق يا سلام. وصل بينا يمكن وصلنا العز العز دايس. يلا ندخلو شنو ندير هنايا؟ ما عرفتش غادي ندير. علاش؟ علاش درت؟ خليني نشوف. قصة داك اللي ماشي مشكل. ولكن علاش جينا حنا هنايا؟ جينا هنا علاش جينا حنا هنايا؟ علاش؟ بلاتي خصني نقاد الأمور ديالنا، ندير المنظور الأول. جينا حنا هنايا علاش جينا هنايا علاش؟ ماشي مشكل قصناش غادي نديرو ليه، ما غاديش نزيد انا، بغيتي الدوبل دوبل. ما نطلق السينات بربعة وبغيتي تطريح تما خناز. خليني نزيد شوية لقدامنا، كان عليا ندخل تما ولكن خليه دوبل هو، خليه يلا دوبل. بغيتي الدوبل طاق الصيني، انا ما غاديش نصين. شبان لكم هاد الدراري نديرو هكا، عندي كي ندير، هادي هي المشكل. بغينا ندخلوها دابا لهنايا، ما عندنا كي نديرو شي، ما عندك ندير كان عليا ندير هكا باش نشوف. اوه هنا في غادي نبلاصي، يا سلام بحال حي احنا تكون بنا، يا سلام ما نتا البلاصه هنايا صراحه. والله ما رديت ليها البال صراحه، هو يقول لي في غادي تبلاصي، تقول انا علاش حاطين عليا في ذاك البلاصه، هما قربوني حاطين لي جوج كراجات.
المهم واخيرا وصلنا مركو على انتر. برنامج انيس الليل احنا وصلنا كما كتشوفوا معنا. يزيدون لنا الليفل دير كونتيني اوكي. مركو على هنا وحبسوا الراديو اوكي كما كتشوفوا معايا. يعني شنو نقول لكم هنايا بغينا نشريو شي كار ولا شي حاجه، راه خص ضروري يكون عندنا شي شويه الفلوس باش نشريو كار كما كتلاحظوا معايا. شوفوا الرسائل اللي وصلونا هنا، يعني رسائل بنك، هذا البنك على ما اظن يقدر يعاوننا. قال لك يمكن يقدر يعاوننا زعما باش يسلفنا شي، يدير معنا شي كريدي ولا شي حاجه بحال هكايا باش ناخذ شي رموك. المهم خلينا نصف كارديو هنايا و اونجستريو. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه، ما تنساوش دعمونا بزر لايك، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا لكم على التعليقات ديال الفيديو اللي حطيت لكم قبيله ديال جي تي 5. والله كتفرحوني بالتعليقات ديالكم ولي لايك ديالكم، شكرا لكم بزاف، ونحاولوا نستمروا ان شاء الله في السلسله ديال هذه اللعبه هذه. يلا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. يلا تشاو تشاو.